انا قارنته انه حيوان اكثر مني له حقوق. ها شوف تفرج تفرج. شو اكبر صدمه بحياتك؟ اكبر صدمه اني صرت لاجئ. انا لليوم ماني متقبل الفكره. هلا كلها تصير لاجئين بس بانه لا 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 بعطيك ليش ماني متقبل الفكره. انا طول عمري كنت اتعاطف مع شعوب العالم اللي كانت تجي لعنا بحرب لبنان 2006. كنت طفل انا كنت ابكي عليهم لما اشوفهم عم ينقصفوا باسرائيل. كنت والله ابكي عليهم لدرجه صرت اشوفهم بالمنام. انا ماني متقبل اليوم انه احنا صار فينا هيك 11 سنه وانا معي مرض نفسي كل يوم بقعد براجع حالي. يا الله والله ما كنا كان عندي بيت كان ابي عم يشتغل كانت مدرستي كنت اخلص جامعه بدي اعمله ما عم تزبط معي بصراحه. يمكن الناس كلها تنسى الا انا. رايك يا ترى معقول يكون حلم؟ لا لا هو ما في خلص فرض هالشيء علينا فرض علينا. سوريا بال 2009 2010 حكى لنا استاذ الله يرحمه عايش كلمه قال سوريا وصلت مرحله الازدهار الاقتصادي. هذا الشيء لا بيرضي الله عندهم ولا بيرضي لا الاوروبان ولا بيرضي الامريكان. ازدهار اقتصادي اكتفاء عسكري خلص دون يمشوا نبشونا وصفينا مثل ما انت شايف. يعني بما انك لحد الان ماك متقبل فكره اللجوء انك صرت لاجئ فهيدي لحد الان ما تعتبر صدمه انت؟ صدمه ايه عايش فيها صدمه لانه انا هلا كل ما افتح الاخبار او التلفزيون طفل سوري لاجئ سوري تركوا الله وعبدونا. والله العظيم يا زلمي انا صرت احس شغله والله يا اخوان. انا عندي احساس كبير انه احنا الشعب السوري اللي احتلينا فلسطين وممكن احنا اللي كنا احتلينا العراق وممكن احنا اللي عملنا الحرب الاهليه بالبوسنه والهرسك وممكن احنا اللي نكون انتدبنا على الوطن العربي. ليش؟ لانه ما في مشكله في الدنيا في العالم في الكره الارضيه في الكون الا ما بيكون في وراها سوري. كيف ليش ما بتعرف؟ يعني انا مصدوم من 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 اللي عم بصير. مو منطق يا اخي مو منطق. يعني هل هن انا برايي شايف انه العالم اليوم في حضارات انقرضت اذا بتسمع فيها. انا اتوقع انه هم اليوم بدهم يقرضوا الشعب السوري والله العظيم ثق بكلامي. هم بدهم يمحونا من على الكره الارضيه. ليش عندك مدري كم مليون صاروا باوروبا وكم مليون صاروا هون طشوا اللي ضلوا بسوريا اقليات. سوريا هلا ثلاث دول اللي بيحكي هالحكي كذاب. سوريا ثلاث دول هلا مع الايام بعد انتهاء اتفاقيات سيكس بيكو بعد 23 ما بنعرف شو بصير. بس كأمة سورية بتوقع هم قرضونا يعني والله العظيم. لانه وصلنا مرحله ما عاد نسترجي. اذا حدا سالنا تقول له انت من وين تقول سوري ما بتعرف. ليش؟ لانه لا بتطلع اخذ له شغله لا محتل له بلده. منطقي هذا الكلام؟ ليش ما صار هذا الحكي مع الفلسطينيه؟ ليش ما صار مع العراقيه؟ ليش ما صار مع اللبنانيه؟ ليش ما صار مع الارمن والشركس والشيشان؟ كلهم عايشين في الوطن العربي، كلهم عايشين في الوطن العربي، بحق له يرفع علم بلده، بحق له يعمل طقوسه. انت في الوطن العربي كسوري اذا بتدفع تمك بحرف لا بده يرحلك لا بده يعتقلك. وانا صارت معي. انا اعتقلوني بس لاني يوتيوبر سوري عم بعمل لقاءات بالشارع. وين؟ ما بدي اذكر اسم البلد انسى. ليش؟ ليش الشيشاني والارمني والشركسي وكل الاقليات لها حقوقها في الوطن العربي؟ لك وانا كعربي سوري، انا كعربي يا اخي، كعربي. انا اقول لك شغله واصل لمرحله هذيك اليوم عم بصفن انه الحيوان في بعض الدول له حقوق اكثر مني، شو رايك؟ انا قارنته انه حيوان اكثر مني له حقوق. ها شوف تفرج. تفرج.